يعدنا لكم بفيديو جديد حسين. كما قلت لكم تساوي جوست فيديو خفيف هيك كما تراو الديكور شو تتبدل حسين ودينا بديت شوي بشوي نبدل حسين في البيت قا شويه كلمه هذاك الروز على قريب ترد دوامي سنين روز تصور شو بي يقصد بالليل حتى هذاك الروز بقي تبع فيه حسين حسين مش زيد هذاك البيت قلت ربي بشوي بشوي 2024 نبدا في السيت اب تحفظ ان شاء الله هذه حسين النيجا كما ترى كيف تصير بالضبط هيك وعندنا ديجا هكا واحد وحيد اخرى هذيك وعندنا ديجا صوت النجدة هذيا زيادة مرحبا يا زميل برا توا نبداو على رواحنا اطلع يطلع اطلع توا نحن حسين في الخدمة نبدا موي عندي برشا خويا عندي برشا على جي تي اف حسين نعطش شو هكا السويقه يا معلم تاع الكهرباء والله قصه سعيده والله نحس فيها صعيبه شويه هكا برا يا اخي شنو؟ جاجني بالي برا انا نمشي لوي فوتوغرافي وقت واحد حاسس انه قاعد يصور في قاعد يصور في المركز بابي خلينا نمشيو له نشوفوه مع شرطة النجدة ما يمشي له يصور في المركز استيكن فوتو اوف ذا ستيشن سبيكر بالله يغزل لي هما قالوا لي احكي معاه باش تلقى حل انا مش نحكي معاه انا طول باش نتعدل المدرك هو قاعد يصور ايه اي زميلي والله ما احلاها تصويره خفيف خفيف تك تك شنو هذا حتى اللي قاعد يقدم مركز قطع انا ما لابس بسروال لحم قطع هكا خفيف خفيف ما نطولوش برشا اطلب لك ايميل Assistance required in the Suez Canal. اطلع 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 زميلي اطلع حالي يا خويا بطي صور في مركز عملك من المركز ليه وصور فيه وقدامه ماهيش يوريك مع تفكير ورا على روحك كيف جاتك الحماية تضرك حد الجوال ما انا مش كسر راسي نقعد نحكي معاه هنا Assistance report 211 at Bob Mullet Salon Unit 2 Spawn Coast 3 السرقة هذا مشي له شوط هذه شوطة الناس تمشي بالسرقة جا عندنا وقت من اللوطة لازم نقبل الوقت هذا يمشي يمشي حسوا نفط نفط جا عند الكلب تو يجيبونا تو يجيبونا السرقة يا مولا الموتور بيه 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 بشفة هم 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 برطان شدو همي تو شو قاعد نجري وراه هذا مكسر في راسي برا برا ما يصيرش يا رب نجم نضرب له فشل العجلة ما يلاش نطور معاه وخاطر ممنوع عليه نستعمل كرتوش كان في الحالات الخطيرة والله لولد عمي احسن 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 هبط 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 زميل هبط 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 الله يا ربي جا جا مي طب 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 الكلب هبط الكلب هبط الكلب هبط طب جا جت في راسه هي جاي هبط 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 hands in the air now هبط 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 on the floor punk شد شد زميل شد شد يا اخي هبط زي من الكهرباء يتخلط فيه حتى ذا بالكرتوش بجاه ربي هاو الكلب نعمل له اسعافات اوليه ونفرض مره نكلم الحمايه يا اخي راني تشد وذي We've got an ambulance requested and five more heels. كلب مش سيء توفى يا ذي اسمع فيها الحمايه بل الوحده بتاعينا الاسعافات الاوليه بتاعينا مش هتشيج الحمايه تترك حلو الجو I see the body. برا خويا لك حل الجو هذا خاطر المول و كرم تشي تشي زبار. Assistance required in هيا خويا هيا مرزنت. مش هذاك اللي مضروب. ايش في بيه؟ برا خرج على الكرم شو بيه تاخذ بعضها هيا اخ. يا خويا برا دخلوها في حيط. هيا زميل زميل هيا ترفض الامور. هيا زميل اطلع اطلع اطلع
انا تو نمشي للمركز اللي هو كامبي خاصي دوي هذه جات غادي يكون الجو تك تك من كل واحده بيني وبين We have a 417 in West Vinewood. نقول لكم موضوع برا راح نكملوا بالكربه دي صوت النجم احنا خذيناه برا باش نقعد بدل بالكربه برا خذينا الفيديو دي صوت النجم الفيديو جاي نختاروا حاجه كبيره لحظة لبس كبوت حصل لها طوهولي جست خلنا نقرا شنية هي member of the public has been spotted يدور بسليح حصلوا وراه فما واحد في الطريق يدور بسليح هيا نجي هي مش باش نشلق خلنا نحس سريع نعمة يطول يتيح فينا في الكرتوش انا نتحضر السبيل وخرعوا قالوا لي لبس كبوت هيا هيا نورمال مو مش كبوت نحس هذي هو اللي قاعد متعدي ما مش هو ان شاء الله اوه راه في مراه على اليسار يلا مراه بطوها داخل بالكرتوش هذي بطوها زلمي لهبط وانا نقول لمراه وانا ما زلت نخمم بسليح ودنيا والله جي والله هاي شنطة تنزل واحدة سليح هذا عرفته سليح هذا بتاع كل مافيا هذي هاي السلاح بتاع المافيا اللي بدهم يضربوا بيه Stay with me, let's go. Attention all units, we have an ambulance call. مثل ما هذا هي اللغة Respond code 3. شو هاي كمان جاي معبي هذا غير كرم ما شاء الله ما كرم تجاه حماية خلنا نمشي على روحي يا معلم اخو اخو الكرتوش اخو انا ما متيلي كل بالكرتوش اه ها ها يدي جد باش نوريكم كرفه متيلي كل بالكرتوش يا اخي ندرس صار لها ما عادش تكتش ما عادش تكتش تتحرك تتحكم فيها اخ دقدق يا معلم قدام وضروب وقدام هاي نكملوا لها بلي غير خلص في بركة انا حاسين ان شاء الله بعد عطلة صور لكم وانا جيت اوريكم الكراه اللي هنا بس وانتم ما تختاروا اه يا عم بابا هي الكرب مدققة في حيط وانت جيت تكمل عليها سيروا برا نكملوا لها فهمت بلي غير بيع زي واحد مطلوب هاي خلينا نمشي شو اسمه ماريو هولست هاي مغيب شكرا كسر فلوسنا برشا معاه هذيك ظهر من اسمه ماريو ظهر اتمنى هذيك تكتب كل شيء 10-4 شوفوا دوري اخر حسنا نحن بس سعيد سويتي ايوه يعطينا موضوع اخر ياو تو الدنيا عاقلة ودنيا هادية وجونا أحلى جو في الحاصل هي خد نرجع المركز أنا بعدين ما فهم حتى شيء كهو نرجع المركز أقرب مركز هذا ياو نرجع له تك تك حسيلو كهو ما فهم شيء أنا يعني في الحاصل ما شيء كما قلت لكم حسيلو عندي هالسمك بلوكية هي وقلت ربي بس ليه بنجوب على تعب في مشكلة روازيم صعبة عم يجيب باكو هي الباص تكسير راس و عطل عفو وتكسير راس حسيره كهو فهمت زيد بقى سلاحي واحد يا اخويا محل انا محل انا هو اللي مش منظم وقت ما والله يا ان شاء الله نتفاضل نتفاضل ان شاء الله ترك لكم فيديوهات بالهين وما نقص على شيء الحاصل حسيروا عندنا الكنبة الأولى هذي يمكن صور لكم عليها هاي بتاع الشرطة هذي هذه اللي جات تحس على الحيط وعندنا النيكة هذه تنصركم عليها كيف ما تحبوا زيادة هذه بتلقاها كان عندي انا
وشنيا اخر كنت تكتك الفيديو برا زميل على روح برا برا ضحك برا زميل على روح كيف. وعندنا الكره عندي ديجا هذيك اللي قلت لكم عليها الكمبي اللي ما صورتش عليها هذه سيت ما صورتش عليها تاع حد التدخل. وعندنا الكمبي وعندنا بتاع طلع الحرس هذياكم انتم اختاروا اللي تعجبكم. وعندنا هذا الموضوع بتاع حاكم وعندنا سيفيل كما قلت لكم والحرس هذي الاخرين انتم هانو اختاروا. هذه فورد بتاع الحرس جديده حاسيلو انتم هانو اختاروا وقلت ربي توصل لكم هذا بعد عطله.